من بعد ما دقت جميع البيبان وهذه ثلاث ايام وانا كنجي قدام الوزاره، قال لي نائب الوزير البارح غادي يتصلوا بيا، وعود كاذبه الوزاره كيكذبوا عليا، ما اتصل بيا حتى واحد. من بعد ما اتصلت بهم انا قالوا لي عندنا ندوه في الصباح، انا ما بقاش كيهبط مني ولا كيهبط مني حتى الدم، واش نبقى نتسنى حتى يجيني السرطان؟ بغيت حل دابا، وانا جالسه قدام باب الوزاره حتى يشوفوا لي حل وما نحيد كاع من هنايا، حيت غادي يجي السبت والحد ومن بعده الاثنين وهانا تنسيت كما وحدين اخرين تنساو. انا بغيت حقي اليوم قبل من غدا، نبقى هنا ديما ما عندي حتى مشكل، واخا انا مخليه بنتي وبزاف د الحوايج مخليهم ومسؤوليتي كربات بيت، ولكن ما عندي حتى شي مشكل، صحتي هي الاولى، حيت الا ما كانت كاع صحتها ربات بيت ما غاديش تكون، وتيبقى مسؤوليتي على هاد الوزاره، حيت الوزاره كذابه ما شافوا لي حتى حل، عييت ما نصايب. شنو هو الحل؟ بامكان هاد الوزير يخوي لي السبيطار كامل دقيقة، ما شاف ليش الحل النهار ثلاث ايام هذه وانا غدا جايه، اين وزير هذا؟ فين هي الصحه؟ فين هي صحتي اللي كتضيع؟ حتى انا بغيت حل، كنتسنى مواطنه كطالب بحقها بالصحه، عادي ما كنطالب كاع بشي حاجه، بغيتها صحتي، الخطا الطبي يتصحح، انا ما جيتش مريضه من داري، خطا ويتحملوا مسؤوليته، منها وزير الصحه، منها مدير بنو سينا، ومنها مدير الليمونه، وكنتسنى هذا الشيء اللي بغيت، بغيت تصحيح الخطا الطبي، وغادي نتم بالمتابعه ديالهم قانونيا، لانه اللي صايب ليا اللي ولدني هو ستاجير، لان هاد ثلاث ايام وانا كنهضر باقي هاد الطبيب اللي تيقولوا بانه ولدني ما صايبش، اللي ولدني ستاجير في العام السادس، هكا مكتوبه ايتيديون سيزياماني، يبان لي انايا هاد الطبيب باقي ما بينوش من غير حيت ما كاينش اللي يتحمل المسؤوليه بصفه نهائيه، بغيت هاد الطبيب يبان. والوزارة تحمل مسؤوليتها، حيت وزارة الصحة على ما تيبان لي مكتوبة والشؤون الاجتماعية، وأنا ما بان لي لا صحة لا شؤون اجتماعية لا والو، وأنا جالسة ليهم تيدير حل ربي إن شاء الله، وكنتمنى من جلالة الملك يتدخل في قضيتي، لأنها قضية صعيبة بأن ستاجير يولد مرة في أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة هو تيكون مرافق وما كاين لا مرافق لا حاجة، وأنا تنقول إلا هاد الطبيب ولدني خرج يقول أنا مسؤول، راه ما كاين حتى طبيب يقول أنا مسؤول على هذا الخطأ الطبي، راني ثلاث أيام وأنا كنهضر، حتى واحد ما خرج يقول بأنه مسؤول على هذا الخطأ الطبي، بأنه ولدني ستاجير وأنا عارفة سميتو ومكتوبه هنايا ايتيديون في العام السادس ولابس الطابليه في الاخضر، هو اللي ولدني وكانوا مرافقينه معاه الزملاء ديالو. بانت لك الحمايه الاجتماعيه ثلاث ايام وانا غادا، ما كاين حتى حمايه اجتماعيه، نتمنى نشوفها، ما كرتش بلادي الزاهر، ما كرتش انا منين قالوا لي بان راه السبيطار ولا مزيان مشيت لي، انا اصلا ما تنسكن كاع في المغرب، وبامكاني نمشي منين قالوا لي راه السبيطار زيانته هذا وهذا، مشيت نشوف لقيت بلادي باقا في الخسران.